أم بشير مسير محطة شال. احنا بنفذ المقر من 1960 لحد الآن. شوف الوالد ديالي في 2005 حيت شديت لاغوليف انا كنسير هاد المحطة. مشكلي عندي مع جوج الناس، عندي مع شركة حاليا انا معاهم، انا حاليا في هاد المحطة ندعي معاهم على قبل الصومة الكرائية اللي هي غالية. وعلاش بالضبط؟ حيت هاد الشاسو اللي اون باس معايا ناقصين الثمنة ديال 40 فرانك، مابقاش عندنا، مابقاش الناس كيدخلوا هنا ولا كيمشيو لشاسو اخرى. والمشكل اللي زاد اكثر هو الترامواي، الترامواي جاو دابا داروا لنا مشكل اكثر من كاع ستاسيون، جاو حفروا تما داروا قوة التراب تما عمروا داكشي ديالهم تما وحبسوا لينا ستاسيون، حبسوا لينا الضو ديال ستاسيون بلي ترافو. حنا مضرورين، عندنا مصانع كاينين بالصومة كرائية غالية، عندنا خدامة كيخلصوا سبب الفلوس اللي كان الخدامة كرا غالي، عندنا الضو الماء غالي، كلشي غالي، والمداخيل ما كاينه مداخيل ولا كنتسلفوا باش نخلصوا كرا الشركة، الشركة دخل معاهم الدعوة، وحيدوا لينا ستاسيون، يتحاب راسهم ستاسيون غادي تبقى خدامة كثر إلا خدمت ترامواي، ستاسيون وقفات راه كلشي وقف، عامل لي ترافو يبان لك العربون. جاو لاحوا لينا هادشي ديالهم، حيدوا لينا 5 متر من هنا و 5 متر من ليه 5 متر من هادشي، خلوا لينا دخلة صغيرة وداروا لينا التراب، انا غطوا لينا كلشي تم، قال لك هادشي راه ديال خارج البلان، كيوروني البلان، ما كاينش الحوار، الحوار ما كاينش، شي كل الحوار يريحوا معنا الله، يقول لك يا سيدي ها البلان ها هو كيفاش داير، خلي خرجت الدولة ها ديال الشركة، عيط لشركة فيفو دويت معاهم ما اعتبرونيش هما شركة فيفو، ما كاينش تواصل مع الشركة، حين دخلت معاهم الدعوة على قبل الصومة الكرائية اللي هي غالية، ما عرفتينيش لا عطا الله واضح. حنا راه مضرورين جميع النواحي، نهضر معاهم قلت لهم حيدوا لنا التراب ديالكم تما، قال لك اسيدي ما نحيدوش، حضر لنا بحال ديبو كيخوت تما كيمشي يخوت بلايص اخرين، قال لك هادي دار لنا الضو، دار لنا الستاسيون ديال الكوكيه ديال الاشارات، كلشي نهضر معاهم ما اعتبروناش، والغبره لافاج ما بقاوش الطوموبيلات كيتوصلوا، لافاج اللي كنعيشوا منه المصدر العيش الوحيد لوليداتنا راه تحبس، بس ما يمكنش يتوصلوا الطوموبيلات الغبره هنايا، ولا كاينه حساسيه، والله راه جيت مع الطبيب قبل الحساسيه بدا بهاد الغبره هادي، ما بقيتش قدرت نجي كنريح في المحطه هنايا، والله ما يدير مكر، وهادشي راه ما يبغي الله العبد ومن السلطات المسؤولين الكبار يوقفوا في هذا المشكل، يحلوا هذا المشكل، راه الناس كاع مويل المحات تقريبا كاع مضرورين تاهما، كلهم كيغوتوا بهذا الترامواي، ديجا كاين المشكل ديال الامبوطياج كاين هنايا، كاين واش الاقتصاد ديال المغرب كله دايز ما بين ضرب عمر وكراج علال، هاد الناس كلهم كيدخلوا السلعه من برا، يجي انت دوز لهم الترامواي هذا تيعرقله، الترامواي خصو يكون اما تحت الارض اما يكون فوق، الا بغيتي الواقع في هذا الشارع، هذا الشارع رئيسي، ما خصوش يكون الترامواي هنا في الواقع، على عينا ما نغوتوا. راه ماشي معقول، كاين ديجا المدارس هنايا كيبغيو الناس يهزوا وليداتهم، البوليس مسكين كتكون مخالفه شي واحد ما خاصوش يوقفوا، فين غيوقفوا؟ كاين زحام، راه هادشي راه العذاب الاليم، الزحام ليسونس ما كيتباعش كلشي واقف، ربي اللي عالم وصافي، هذا اللي كاين ديال شريف، ونطلبوا الله يكون العاجل يتفكنا هذا المشكل، ولا الشعب المغربي راه شعب كيحب البلاد ديالو، كيحملهم الله هاد الناس السلطات الحكومه الجديده يبينوا شي حاجه مازال ما شفناش شنو منهم، يطلعوا الله. السلام عليكم.